السلام عليكم، كيف دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا نوفيل فيديو. الوغ لا فيديو ديال اليوم سبيسيالمون بوغ لي زيلاف ديال اولى بكالوريا. مي قبل ما ندخلوا في لي ديتاي غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيا. سي جامي كنتو انتريسي تقدروا تدخلوا عندي وتسولوني كيف ما بغيتوا. مي بغيت نكون توجور اونلاين وندوزو دابا لا فيديو ديالنا. بزاف ديال الكلام ديال اولى بكالوريا كيبغيو يكونوا متفوقين من بدايه السنه الدراسيه، خصوصا في ماده اللغه الفرنسيه بحكم ان المعامل ديالها 4 طبيعي الحال معامل كبير شيئا ما، ومن طبيعه الحال كيلعب واحد الدور كبير الا كانت عندك لا نوت طالعه في الفرنسيه. من طبيعه الحال غادي تعلي لك لا نوت ديال الريجيونال كامل. الوغ باش يحققوا هذا التفوق ما كيعرفوش شنو هما الخطوات اللي يقدروا يتبعوهم ولا لي زيتاب اللي يقدروا يدوزوا منهم ولا لا روتين اللي خاصهم يعودوا يديروا من البدايه ديال الدخول المدرسي باش يقدروا يحصلوا على هذا التفوق هذا في ماده اللغه الفرنسيه. بطبيعه الحال يقدروا يتبعوا هذه لي زيتاب هذو في جميع المواد، ما اخص بالذكر ماده اللغه الفرنسيه حيت هي المشكل الكبير عند بزاف ديال الطلاب. الوغ اول خطوه غادي تقوموا بها هي انك تبدا تراجع الدروس ديالك اون فوا يساليو، يعني اون فوا يسالي واحد لوكو في القسم مع الاستاذ تجي للدار دير ليه واحد المراجعه، او ماشي بالضروره يسالي الدرس كامل واخا تسالي غير بارتي الاولى ديال الدار دير لها واحد المراجعه خفيفه. ملي كنقول لك مراجعه ماشي بروفوندي فيها، مي دير لها واحد المراجعه خفيفه باش هكذا في نفس الوقت تبقى شاد الريتم مع الاستاذ وما تنسى عليك حتى شي حاجه. الا تطرح عليك شي كيسيون في هذيك البارتي الاولى ديال الدرس تقدر تجاوب عليها في القسم، اي او ميم طون كترسخ هذوك المعلومات في دماغك حيت غادي ينفعوك من طبيعه الحال من بعد سواء في الفروض ديال المراقبه المستمره سواء على المدى البعيد وماشي البعيد جدا اللي كنخص به بطبيعه الحال الامتحان الجهوي. يعني اول خطوه اولا اول عاده كتبدا كدير مراجعه الدرس اون فوا يسالي اولا لا بارتي منه اون فوا سالي منها تجي للدار دير لها واحد المراجعه. حاول تبسط هذاك الدرس قدر الامكان، حاول انك تكلم على هذاك الدرس اولا تحاول تفهمه بطريقه بسيطه، ما بقاش معقد، ما تبقاش مثلا تبقى تقرا في الدرس كيف ما هو، قراه بطريقه مبسطه. حاول انك تستعمل دي تكنيك باش تبدا تفهم الدرس بطريقه بسيطه، مثلا تكلم مع راسك في المرايه اولا حاول تشرح الدرس لشي واحد في الدار اولا شي صديق ديالك باش تقدر هكا تفهمو نتا. ملي كتبدا تفهم شي واحد راه اون ميم طون هذيك الفهامه اولا ديك الهضره اللي كتهضر راه كتعود عليك حتى نتا بالنفع بطبيعة الحال، وكتبدا كتستوعب الدرس بطريقة سريعة وبطريقة مزيانة. يعني حاول انك تبسط الدرس قدر الامكان، هضر مع راسك بحال كتهضر مع شي صاحبك اولا هضر اولا تخادويه كاع انت بالدارجة، المهم بسطو باش تقدر تفهمو. خطوة هي انك تحاول تركز على المفاهيم الاساسيه اللي كيذكرها الاستاذ في القسم وكذلك الاسئله اللي كيتعاودوا. ملي كتدخل القسم اكيد كتسالي واحد لابارتي من الدرس، ملي كتعاود ترجع لعند الاستاذ كيطرح عليك دي كيسيون، هذوك لي كيسيون اللي كيطرحهم عليك راه ماشي غير هكاك كيدوزو مرور الكرام، ركز عليهم كتبهم كوم دي نوت في البلوك نوت ديالك، حيت هذوك لي كيسيون اللي كيطرح عليك الاستاذ كون اكيد هما نفسهم اللي غادي يعاودو يتحطو لك في الفروض ديال المراقبه المستمره، ويقدر كاع واحد منهم يتحط لك كيسيون في ليكزامان ريجيونال. المهم حاول تركز على لي كيسيون اللي كيطرح عليك وكيطرحهم وكيعاودهم، كذلك المفاهيم الاساسيه اللي كيبقى يعاودهم اشاك فوا. يعني فكان تدخل القسم كتبغي دير واحد المراجعه اولا كيبدا يسولكم على الدرس اللي فات، هذوك لي كيسيون اولا هذوك المفاهيم اللي كيركز عليهم بزاف حتى تركز. خطوة خاصك تقوم بها وهي انك تبدا كتستعمل الانترنت للبحث ديالك، يعني بدا كتقلب على ديزانفورماسيون من الانترنت. حنا عارفين انه دابا المجال ديال الانترنت فاتح لكم ابواب كثيره ماشي كيف ما كنا اليبوك ماشي اليبوك بزاف. المهم الانترنت طورات بزاف بدات كتعطيكم ديزانفورماسيون بارتو، يعني ولاو ليزانفورماسيون على لي رومون على كاع الدروس ماشي غير لي رومون على كاع المواد على اي حاجه تقدروا تلقاوها سوغ انترنت. المهم حاول تكبر فيك هذيك المسألة ديال البحث، بدا كتحاول انك تولي كتبحث اكثر ما تعتمدش غير على الشرح ديال الاستاذ، حيت الاستاذ يعطي حتى هي غادي يعطيك 50% من داكشي اللي غير خصك تعرفو، 50% الاخرى كتبقى عليك انت، منها المراجعه ديالك في الدار، منها البحث ديالك، البحث في الانترنت، البحث مع الاصدقاء، تسول شي واحد دابا فايتك في المستوى. المهم حاول انك تبحث، حيت الا بحثتي اكيد غادي تلقى بعض المعلومات اولا غادي تلقى معلومات كثيره اللي ما عطاهاش لك ديجا الاستاذ وعمرك ما سمعتي عليها. المهم ما تعتمدش على الشرح ديال الاستاذ فقط.
الخطوة الخامسة وهي أنك تحاول دير بعض التلخيص أو دير واحد التلخيص عام لكل درس. يوفو يسالي واحد درس ديال الدار ديري المراجعة الطبيعي بحال من بعد ما كنتي كتراجع ليه أشاك فوا كل نهار كيسالي بارتي كتراجعها، غادي تبدا الفكرة كتكون لك خدمة وغادي تبدا ديجا كتفهم الدرس. ألوغ هاديك الفهامة ديالك اللي خديتي منها غادي الدار غادي دير ليه واحد التلخيص عام في واحد الدفتر اللي ديجا تكلمت لكم على هاد القضية من قبل في واحد لا فيديو. دير دفتر خاص بكل مادة أبار الدفاتر اللي غيكونو عندك في القسم، دفتر خاص بكل مادة خليها في الدار. مثلا مادة الفرنسية غناخد هداك الدفتر الخاص بيا وغادي نبدا كندير تلخيص الدروس اللي كنسالي منهم، تلخيص خاص بيا منعتمدش على تلخيص ديال شي شخص آخر، انت واحد اخر دار تلخيص بطريقته الخاصه غادي يفهم هذاك التلخيص اللي دار وغادي يفهم وغادي يدير على طريقته هو الشخصيه، اللي فوق غادي يشوفه غادي يفهم، ما يقدر كاع ما يحتاج ما يشوفوش، راه المهم هو دار التلخيص براسو. لو فات انك دير تلخيص انت بوحدك تقوم به راه مساله مزيانه وكتعاونك بزاف انك تفهم وتحفظ الدرس اوتوماتيكمون، لانك ديجا درتي ليه تلخيص، ماشي ضروري تبقى هاز الدرس ديال الاستاذ كيف ما عطيهولك وتبدا كتحفظ فيه من ا حتى لزاد. اون فوا تمشي ليك الكلمه الاولى راه مشى ليك كلشي، يعني اون فوا تفقد هذاك تدار ليك هذاك لو فيل ديك البدايه ديال الجمله صافي مشى ليك كلشي. داكشي علاش خاصك تعتمد على التلخيص ديالك خاص بك انت بوحدك وطريقتك الشخصيه، ماشي ضروري تحفظو كيف ما هو، المهم انت تلخص الدرس، تلخيص عام ماشي كل حاجه بوحدك، دير تلخيص عام. يوم فوا غادي دير هذاك التلخيص العام ديالك، يوم فوا غادي يسولك شي واحد على شي كيستيون من شي بارتي من داك الدرس ولا شي حاجه، غادي تجاوب عليها انت اوتوماتيكيا غير اعتمادا على داك الشيء اللي ديجا انت تلخصتي، حيت ديجا درتي عليه راسك وفهمتي بوحدك واعتمدتي على التلخيص ديالك انت. الخطوه السادسه اللي هي الحفاظه ديال الدرس. الوغ اون فوا كتسالي هاد الخطوات الخمسه اللي ديجا ذكرت ليك انك كتفهم الدرس كتراجع عفوا الدرس كتفهمو، كتحاول انك تفهمو بطريقه بسيطه، كتحاول انك تبحث، كتخدم كدير تلخيص، هاد لي زيتاب هادو كاملهم راه كيلخصو ليك المعلومه في دماغك بلا ما تشعر، يعني بطريقه غير مباشره غادي تزيد تحفظ الدرس وتلقى راسك انت باغي فاهمو. والفهامه راه ايغال الحفاظه، يعني انا بور موا جو بريفير انني نكون فاهمة الدرس على انني نحفظه، حيت كيف ما قلت لك الا كنتي حافظ الدرس كيف ما هو اون فوا غادي تهضر لك كلمه غيمشي لك لو تيكست كامل، ماشي الا كنتي فاهمه تقدر دير ليه ريكابيتولاسيون او لا دير ليه كيف كنقولوا حنا كدير ليه ما عرفش، المهم مشات ليا الكلمه، تعاود دير ليه واحد البلوره من طريقتك الشخصيه ولا بطريقتك الخاصه ورا غادي تقدر تحط الدرس كيف ما هو ولكن بطريقه مختلفه. ليسونسييل هو انه من طبيعه الحال الموضوع او التعريف او كيف ما بتكون الحاجه راهم كيبقاو هما هما، ولكن بطبيعه الحال المعنى كيبقى هو هو ولكن الطريقه اللي كتختلف. كتحاول تركز على الامتحانات ديال السنوات السابقه وكذلك تخدم تمارين بزاف ديك الماده او لا فداك الدرس اللي انت كتحاول تراجعوا وتلخصوا وتحطوا اكوبي، يعني ركز بزاف على الامتحانات ديال الاعوام السابقه لانه الاسئله اللي فيها كيبقاو يتعاودوا كل مره، من طبيعه الحال السؤال اللي عاودتيه وعاودتيه وخدمتي عليه وجاوبتي مره خطا ومره صحيح راه من طبيعه الحال كتولي كتفهم الدرس الاتجاه ديالو كل غادي كتولي تفهم انت اصلا الاستاذ علاش غادي يدوي وكتعرف حتى الاسئله اللي تقدر تحطو في الامتحان الجاي كتبدا انت كتاخذ ديجا فكره وما كتبقاش تجيك مثلا نهار الفرض الاولاني ديالك تجيك صدمه وما تعرفش داك الكيستيون اصلا منين طايحه عليك ولا كيفاش تقدر تجاوب عليها. الطريقه ديال الاجابه اولا السؤال عامه راه غادي تعرفوا الا خدمتي تمارين في الدار. حاجه اللي هي اهم حاجه بالنسبه لي انا في هادشي كامل وهي المواكبه والالتزام. الا ما كنتيش مواكب على هاد الخطوات كامل اللي قلت لك ولا ما حاولتيش انك تردهم عادات يوميه وما حاولتيش انك تردهم روتين يومي خاص بك، يعني ما التزمتيش وما واكبتيش عليهم وهادشي كله غيمشي في الزيرو. تقدر دير هادشي نهار الاول الدرس الاول الدرس الثاني، ولكن اون فوا تلاشي وما تبقاش مواكب كدير لا ميم زيتاب ولا نفس الخطوات اللي كديرهم تعاود تقديهم اون فوا يسالي واحد الدرس
نجي نراجع ونفهم ونحلي تمارين نقلب عليه. مهي هذه الخطوات كاملة اللي قلت لك إذا ما كنتش كدير هذه الخطوات هذه يوميا أو لا في عند انتهاء كل درس راه بطبيعة الحال ما غاديش تلقى واحد النتيجة في الخير ديال العام أو لا من هنا يوصلوا مثلا الفروض ديال المراقبة المستمرة كسوا الفرد الأول ولا الثاني أو الثالث. الوغ هادشي بالنسبه للفيديو ديالي ما حاولت انا نعطيكم بعض الخطوات او بعض العادات اللي خاصكم تبداوها باش تحققوا هذاك التفوق على هذاك التميز الدراسي ديالكم في الماده الفرنسيه. وطبيعه الحال هذه الخطوات غتقدروا تطبقوهم على جميع المواد اللي تبغيو تكونوا متفوقين فيها. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لانجويج انكم تبداو النصائح خطوه بخطوه. وطبيعه الحال الا كانت عندكم واحد النتيجه ما تنساوش تشجعوا هذا الفيديو وتكتبوا لي دي كومونتير وتقولوا لي انكم كنتوا ليها استحسان. كذلك إذا عندكم ديز فيديو ولا عندكم اقتراحات على دي فيديو بغيتو نخدمو معاكم خليهم لينا في الكومنتات. متنساوش دعموني بلايك ومتنساوش تابوناو إلا كنتو مزيان مابونيش فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.